هنا مش مكان أي حد. اللي بيوصل المكان ده هو اللي اختار انه يتعب في الوقت اللي كان ممكن يرتاح فيه، هو اللي اختار انه يسهر في أكتر وقت كان محتاج النوم. موهبته ما يختلفش عليها اتنين، وكلكم عارفين الكلام ده. وحتى لو الظروف كانت ضده، لا مش دي الكلمات، انا عايزه حاجه تعبر عني، ما بيستسلمش. وعشان الحرفنه بتجري في دمه حبته الجماهير، ساعتها بس قدر يمشي على السجاده الحمراء. بس مش معنى انك وصلت هنا تبقى دي نهايه المشوار، دي لسه مجرد البدايه. السجادة الحمراء قريبا على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.